السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أنا بدأت شغل مشروع جديد وعشان أخفف رحت أعمل برج فبقت عامل مشكلة، فإزاي أبدأ شغل بمشروع جديد بحيث إن أنا أحافظ على الفاميلي بنفس الفايل وما أعملش مشاكل وحاجات زي كده؟ طيب، فكرة التمبليت عبارة عن إيه؟ هو ملف فاضي فيه الإعدادات مظبوطة وفي الفاميلي اللي أنا بحتاجها على طول. على سبيل المثال مثلا في نوع او اتنين من انواع الاعمدة او الكولومز اللي انا بستعملها كتير موجودة فيهم. لو انا بستخدم مثلا الكهروميكانيكال فبرسم مثلا بايب او ضبطات بيبقى فيه الفيتنج متظبطة ومربوطة بالسيستم بتاعها وهكذا. تمام. طيب ايه الفكرة بقى ان انا لو عملت برج يبقى فيه مشكلة؟ احنا متعودين ان احنا بنعمل برج في الاوتوكاد، بس البرج في الاوتوكاد اخف ضرر من البرج في الريفت. البرج في الريفت لو في عندي كذا نوع من انواع الابواب والباب مثلا في كذا طيب، يبقى لمجرد ان اعمل برج اي طيب لم يستخدم يتلقى على طول وده بيعمل مشكله كتير. طيب خلينا نجي هنا اقول له انا عايز ابدا مشروع جديد، فبيقول لي ده التمبليت. طبعا انا مش مرتبط بدول بس، ممكن اقول له براوز وابدا اختار التمبليت اللي انا عايز اشتغل عليه. كل دول اقدر استخدمه. دلوقتي هقول له اوكي. المفروض ان الملف بتاعي مظبوط. اعمل برج امتى؟ مش لما اكون عايز اخفف الملف، لما اكون عايز اخلص شغل وابعته. تمام. طيب بفرض وانا شغال دخلت فاميلي والفاميلي دي مش محتاجها وعايز الغيها، يبقى عندي حل من الاتنين: يا اما اجي هنا عند الفاميلي وابدا ادور على الحاجه اللي انا عايزها، مثلا دي انا مش عايزها او دي مش عايزها، بروح معلم عليها واقول له انا عايز اعملها ديليت. تمام. ده نوع من انواع الطيب، ده نوع من انواع الفاميلي. بس لما اجي الغي هيبدا يبص هل الفاميلي دي موجوده في المشروع. لو انا بستخدمها فعلا يبقى مجرد ان انا اشيلها من هنا هتختفي من المشروع، فده هيعمل لي مشاكل كتيره جدا، انها هتختفي من الفيوز وتختفي من السكاشنز وتختفي من 3 دي وتختفي من السكادولز. فقالت لي السالب بيقول لي انت استعملت دي 4 مرات، لو لغيتها هتتلغي من كل المشروع، عايز ولا مش عايز؟ طيب الطريقة التانية، لأن طريقتين، إن أنا باجي أقول له هنا برش، أول ما تدوس على زر برش أقول له تشيك نمبر، خلي بالك كان هيغلي 308 عنصر. تمام. وألغي واحدة واحدة، يعني أجي أدور ده أنا عايز ألغي دي بس ألغيها، عايز ألغي الفاميلي دي بس ألغيها. إنما لما أدوس أدخل وأقول له شيك أول وأقول له كده أنسى، المشروع كله اتدمر. تمام. تيجي ترسم حاجة يقول لك صعب، مفيش، منين، انتوا كتير، اكلكم، يعني هتلاقي في مشاكل كتير جدا. فتجنب ان انت تدوس على برج ديت غير لما تكون هتبعت نسخة للمدير، فخدت نسخة ديتاتش. تمام. خدت نسخة ديتاتش، لما تكون شغال سنتر بناخد نسخة ديتاتش، يعني نسخة بعيدة عن شغل خالص. هتلاقيها فين؟ لما تيجي تقول له اوبن علم، هتلاقي امر ديتاتش ده تعال اشتغل معاك، تروح نزل عليه واخد نسخة على جنب. النسخة دي لو عدلت في أي حاجة مش هتعدل في الملف الأصلي، فاعمل فيها برج براحتك عشان توفر المساحة. التمبليت مهم جدا زي ما انت شايف. أنا أول ما فتحت راح هو جايب لي في التو ليفلز موجودين جاهزين. لا ده مش تو ليفلز، ده في عدد معين أهم كام. كل دول مرة واحدة أعملهم في المشروع. تمام. بمجرد ان انا قلت له ده ملف معمول هو في السلابس في الليفل 1 ليفل 2 وهكذا، فده يوفر عليا الوقت. حطيت له هو الفيجنز بتاعتي موجودين جاهزين، فده وفر لي عليا وقت. ممكن تلاقي سكادولات موجوده جاهزه فاضيه خالص. تمام. اول ما ابدا شغل هيبدا يتحط. طيب من اسهل الحاجات لو انا عايز الخصائص من مشروع لمشروع ان انا هفتح المشروعين مع بعض. تمام. يعني ده المشروع الجديد وعايز انقل حاجه من مشروع معمول قبل كده، فاجي اقول له هنا فايل وهقول له اوبن وابدا اختار مشروع من المشاريع دول وليكن مثلا دوت. يبقى انا عامل ايه؟ فاتح مشروع جديد ومشروع قديم، مشروع فيه خصائص اللي انا عايزها ومشروع ما فيهوش خصائص خالص. تمام. هاجي بقى في المشروع الجديد واروح لمانش واروح لترانسفير بروجكت ستاندردز واقول له انا عايز انقل كل حاجه. ممكن يكون المشروع التاني هو ده اللي انا عايز امشي عليه، فاقول له تشيك اول وانقل، او اقول له والله ده انا عايز انقل 1 2 3 خالص. مثلا انواع الحوايط، قول طيب هنا لو جيت ترسم حوايط بس عندك كام واحده؟ طيب
لما تيجي تقول له لا ده انا عايز انقل الاختصاص من هناك من مانج، وتيجي تقول له انا عايز انقل ترانسفير بروجكت ستاندرد سيك نون، انا اختار بس الول ستاند وول وول تايبس، تقدر تتعلم على كله وول سويبس تايبس فولتج تايب وهكذا. بيسألني بس سؤال بيقول لي في نوع من الحوايط موجود في الجديد وموجود في القديم، اعمل اوفررايت يعني اخد اللي هو في الملف الجديد الملف دوت اخده احطه هنا والغي دوت اخد نفس الخصائص ديت، ولا اخد بس الجديد بس نيو اونلي؟ فانت براحتك. نيو اونلي يبقى الموجود في الملف اللي هو الفاضي دوت الخصائص بتاعتها تفضل زي ما هي بنفس الاسم. طيب اقول له ايه اوفررايت، يبقى كده لو عندي اتنين بنفس الاسم هياخد الخصائص ده ويحطها هنا. لما تيجي هنا تقول له وول هتلاقي فيه انواع من الوول الضفت وهكذا. طيب لو انت عايز تنقل حاجات كتيرة مرة واحدة ممكن تعمل ايه؟ ممكن تيجي على ليفل 1 تمام وتعمل سيلكت لكل الحاجات دي وتقول له كوبي تمام، ده فرض ان انت ما عملتش حاجة لسه في الملف الجديد. تيجي هنا وتقول له بيست مثلا تمام وجروب كده، وتروح داخل ولاغيهم كلهم اول ما ينزلوا. بس بيحصل ايه؟ ان هما بيبقوا موجودين عندي هنا في الفاميلي بيتضافوا للفاميلي. بيست الاين تو كارنت فيو، واول ما ينزلوا ديليت اول بس بيتضافوا هنا على طول. تمام هتلاقي فاميلي كتيره اتضافت ما كانتش موجوده وناس اتضافت ما كانتش موجوده. دي طريقه ما فيش اي مشكله خالص فيها تمام. تروح بقى بسرعة جاي ديليت ديليت كده انت. طيب لو انا عايز دلوقتي ادخل بعض الفيوز او بعض الشيتس او سكادولز من مشروع اخر، ممكن في ملف انا عملت فيه السكادولات فانا مش عايز اقعد اعمل نفس الاعدادات واخد منه وقت، هخش الانسيرت واقول له انسيرت فروم فايل بلاقي اختيارين. الاختيار الاول ده خاص بالفيوز والشيتس، والاختيار الثاني خاص بالحاجات التو دي زي مثلا ديتيلز وال السكادولز مثلا. مجرد انت تختاره وتبدا تختار الملف اللي انت عايزه تمام، بس هياخد وقت على اساس ان هو بيعمل ابديتد من 2013 ل 2020. اول ما اخلص ابديتد هيبدا يظهر لي قايمه اقدر اختار منها الحاجات اللي انا محتاجها في المشروع بتاعي. هيبدا يظهر لي بالشكل دوت، تبدا تختار بقى الحاجه اللي انت عايزها تمام زي ما انت عايز. ممكن تقول ترانسفير فيو سكيلز وتبدا تدخل معاك الصوره اللي مترندره مثلا بشكل دوت.